قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير مصر النهارده، خلينا نروح لدينا ونتعرف منها على اخبار المرور في الشوارع. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا منى، وصباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. احنا جو لسه لطيف معانا كمان، يعني مستمرين في الاجواء الخريفيه، ودي حاجه طبعا مطمئنه لينا كلنا طبعا كويس جدا. اكيد خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم الجوله المريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل. عايزه ابدا مع حضراتكم من محافظه القاهره، ولو بدانا من ميدان عبد المنعم رياض هنلاقي في وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه، وفي شوارع تانية هنلاقي في سيوله مريه. الكورنيش هنلاقي فيه كمان سيولة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة فيه سيولة مرورية. أما كوبري أكتوبر فهنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة وصل لحد غمرة، أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي برضو كمان فيه سيولة مرورية. لو في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي التاني لكوبري أكتوبر، ونفس الكلام اللي متجه من ميدان التحرير لمدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. في محافظة الجيزة وتحديدا من شارع ترسة اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق الشارع الهرم في الاتجاهين، كمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وامبابة، أما محور صفط ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. اللي جاي من دائري المنيب متجه إلى ميدان لبنان أو مهندسين يفضل ان هو يسلك محور الفريق كمال عامر، ده بسبب السيوله المروريه اللي خلقها المحور. ولو رحنا لشارع فيصل فبيشهد كثافات مروريه في الوقت الحالي بدءا من محطه المريوطيه والحد الطلبيه. بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركه بنزله شارع البحر الاعظم وصولا الى منطقه الدقي حتى ميدان الجلاء. بعض الكثافات اعلى دائري المريوطيه للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزه وبطريق الفيوم الصحراوي ده حتى حدائق الاهرام وصولا الى ميدان الرمايه. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش اي كثافات، ومنه كمان للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل طريق الدائري لكن اصبحت اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت أيضا حركة السيارات بطريق الزراعي أمام القادم مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. ونكمل جولتنا المرورية ونروح محافظة بورسعيد، هنلاقي سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا المرية خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، في نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد. النهاردة كمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39، وأقل درجة حرارة في كاترين 26 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.